رسوميات بنعملها طبعا كل شهر كالعادة يعني، و يعني كل حفلة احنا بنعملها بنعدلها عدد خاص، وبنحاول بقدر الإمكان في كل مرة إن احنا نقدم عمل جديد. والنهاردة بالتحديد هنقدم عمل جديد لموسيقارنا الكبير الراحل بليغ حمدي، فالنهاردة هنقدم له كل ليلة وكل يوم، ودي من الأعمال الجميلة اللي لحنها لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبنقدمها النهاردة زي ما قلت. احنا في كل حفلة بنحاول ان احنا نقدم حاجات ما تقدمتش قبل كده بالنسبة لنا احنا يعني، فبنحاول نقدمها عشان الجمهور يتعرف على هذه الأعمال بجانب الأعمال المحببة، لأن النهاردة في أعمال جميلة جدا زي الأطلال النهاردة، وبنقدم لموسيقار الأجيال عبد الوهاب عمل كبير. فالحقيقة في كل حفلة بنحاول إن احنا نعمل ما هو جديد عشان نرضي جمهور الكلثوميات، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم وحسن ظن الجمهور بينا. إن احنا الحقيقة بنسعد بهذا الحضور الكبير اللي في كل حفلة، على طول أول ما الحفلة بتطرح من دار الأوبرا الحقيقة بيبقى عليها إقبال كبير جدا. وعايز أقول إن احنا بهذه المناسبة بنستعد استعداد كبير هو ذكرى سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهنعمل لها حفلة إن شاء الله يعني طريق بمقامها الفني الكبير اللي كلنا بنعتز بيه يعني. النهاردة عندنا احتفالية كلثوميات، هي حفلة طبعا حفلة شهرية بتقام من خلال دار الأوبرا، ودي الأوبرا متمسكة بيها حقيقة للحفاظ على التراث والذوق العام للمستمعين، لأن دوت احنا بنحاول ان احنا ننقل الثقافة او نسترجع الثقافة الموسيقية والفنية للناس. والنهاردة حقيقي كان البرنامج جميل جدا، في حاجتين بقالهم كتير ما اتقالوش معانا، غلوبة صالح في يومي للأستاذ رياض السنباطي، وكل ليلة وكل يوم من ضمن الأغاني حقيقي اللي بيصعب أداءها من خلال المطرب والفرقة. والنهاردة معانا الفنانة رهاب عمر هتغني هذه الأغنيتين، وغدا ادم معانا تغني دارة الايام. هو طبعا الموضوع كله متوقف على الاختيار ده بيتوقف على المايسترو والمطرب في ان هو يكون حافظ الالحان ديت. وهي خدت مننا بروفات كتيره قوي عشان بقالنا كتير ما قلناهاش. طبعا قلوب تصالح دي بالذات فيها تحولات مقاميه كبيره جدا، زائد اسلوب الاداء والحفاظ على اخراج معنى الكلمه من خلال الاغنيه. فان شاء الله النهارده استمتعوا معانا في من حفل كلثوميات ببرنامج مليء بالاغاني من رياض السنباطي وبليغ حمدي وعبد الوهاب. فان شاء الله النهارده تكون هتستمتعوا ان شاء الله معانا في الحفله، ودايما ان شاء الله نحاول ان احنا ننقي الاغاني اللي هي ما اتقالتش. النهارده بنتشرف كالعاده زي كل شهر ان انا بشارك في كلثوميات معهد موسيقى عربيه بقياده المايسترو صلاح غباشي، المايسترو العظيم صلاح غباشي. هقدم ان شاء الله كل ليله وكل يوم الحان رياض السنباطي وغلوب صالح برضو الحانه، بس اغنيتين مختلفتين تماما. يعني متعودين جمهور الكلثوميات بيبقى جمهور سميع وتقيل وبيستنى الحفلات، فبنحب ان احنا دايما نقدم حاجة على قدر المستوى، ننوع كل مرة. يعني دايما الحفلات الكبيرة بيبقى فيها اغاني ام كلثوم المسموعة اكتر، احنا هنا بقى بنقدم الحاجات اللي ما بتتقدمش في الحفلات العادية زي غلوب تصالح، زي ثورة الشكل، اغاني تقيلة يعني، وهنا طبعا بيستمعوا ليها بشكل كبير جدا، وده بيشكل علينا مسؤولية ان احنا نكون على قد ثقتهم فينا وحسن ظنهم في حفلات كلثوميات المايسترو صلاح غباشي. اتمنى كل الحفلات يبقى عليها، كل مرة بقول نفس الكلام، يبقى عليها تسليط إعلامي أكتر من كده، لأنه الأوبرا مليانة أصوات، مصر مليانة أصوات تضاهي النجوم اللي هم الصف الأول اللي على الساحة، ويمكن في ناس أشطر كمان. بلد
بلدنا مليانة، بس احنا نهتم ببعض شوية، احنا مش لازم حد من فوقينا، احنا الاعلام يجي يسلط الضوء على الناس الفنانين اللي في دار الاوبرا اللي بيملوا مسارح مصر كلها، وبتبقى المسارح عامرة بالجمهور وحفلات كومبليت ومقفولة علشان بنقدم فن ومحتوى ممتاز. انا سعيدة النهاردة ان انا بشترك في حفل كلثوميات، الحقيقة دي مش اول مرة، انا بشارك في كلثوميات بشكل دائم يعني الحمد لله، وبكون سعيده جدا جدا ان انا موجوده مع فرقه من اعظم فرق دار الاوبرا المصريه، فرقه المايسترو صلاح قباشي عبد الحليم نميره. وقد ايه بكون سعيده وانا واقفه جنب مايسترو عظيم زيه حقيقي، يعني هو مش بالنسبه لي مش مجرد مايسترو، هو اب غالي ومثل اعلى بصراحه. بكون سعيدة طبعا واحنا بنشتغل في حفلات كلثوميات، سعيدة بالجمهور جدا، ان احنا الحمد لله من ساعة ما بدأنا حفلات كلثوميات تقريبا مجرد ما بنعلن على الحفلة الكراسي بتتملي تقريبا من تاني يوم قبل ميعاد الحفلة مثلا بشهر الناس بتحجزها، فده ان دل على الوعي بتاع الشعب المصري وقد ان الفن الاصيل باقي ولسه في ناس بتحب الفن وبتحب ام كلثوم. بس فانا سعيده جدا جدا بمشاركتي النهارده، واتمنى اكون قدمت حاجه تقدر تسعد الجمهور.